أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانونا ماليا جديدا للوحدات الإدارية في سوريا، والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيراداتها بقانون واحد، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية لهذه الوحدات بحسب ما أوردته وكالة سانا، التي أضافت أن القانون يأتي انطلاقا من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية. فما الذي يعنيه هذا القرار؟ وما هي تفاصيله؟ وما هي آلية تطبيقه؟ ومتى سيبدأ؟ نتابع هذه المادة ونعود. أرحب بعمار عز الدين، وهو مدير مكتب رابطة المحامين السوريين للأحرار في هاتاي، ومعنا من أنطاكيا سعد مساك، وأيضا مظهر شربجي خبير حوكمة، هو معنا من غازي عنتاب التركية. يسعد مساكم، وأبدأ معك سيد عمار. يعني ببساطة وضح للمشاهدين ما هذا المرسوم بداية. مساء الخير أستاذ النور، وتحياتي للمشاهدين تلفزيون سوريا. بداية ما أصدره نظام الأسد اليوم بما يسمى القانون المالي الجديد، هو ما يسمى بعلم القانون والسياسة بالحوكمة المحلية، أي الطريقة التي تمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية بغرض التنمية، وهو مرتبط بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011، وذلك بثلاث نقاط رئيسية. فقبل صدور المرسوم 107 لعام 2011، وهو قانون الإدارة المحلية، كان يتم تقسيم المحافظات في سوريا إلى 14 محافظة تنقسم بدورها إلى 107 مقاطعة أو منطقة و2480 منطقة فرعية أو ما يسمى ناحية، ولكن القانون الجديد اعتمد تقسيما مختلفا بناء على عدد السكان، ومنح سلطات واسعة للمدن والبلديات التي كانت تعتبر بمستوى أدنى حسب القانون القديم، ويكون لها مجلس محلي ومكتب تنفيذي منتخب. أما من الناحية الإدارية، فقد نص القانون على نقل عملية الإشراف وتقديم الخدمات العامة رسميا من الوزارات المركزية إلى الجهات الفاعلة المحلية في 6 قطاعات، وهي قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والنقل والطرقات وإدارة النفايات الصلبة. ويحدد نص القانون مسؤولية السلطات المحلية المتصلة بتنفيذ مشاريع الخدمات العامة. وأما فيما يتعلق بالمال العام، وهنا يرتبط بالقانون المالي الجديد، فقد نص القانون الإدارة المحلية على أنه يجوز لنظام الإدارة المحلية تخصيص ميزانيات مفصلة للجهات الفاعلة وممارسة صلاحيات إنفاق مهمة، ويأذن لها أيضا بإقامة شركات بين القطاعين العام والخاص. وقد جاء القانون المالي الجديد، وهو
الذي وحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفض ميزانياتها بإيرادات جديدة، مما يساعدها على تحسين وضعها المالي، ويمكنها من القيام بمسؤوليتها بدورها التنموي والخدمة المنوط بها في المجتمعات المحلية. إذن لهذا للمرسوم له علاقة بمراسيم سابقة ومتعلقة بتنظيم وحدات الإدارية، إذن هو مرتبط ارتباط وثيق ويعد مكملا لقانون الإدارة المحلية. طيب يسعد مساك من جديد مظهر. أهلا وسهلا فيك يا أخت نور، حياك الله إليك وللمشاهدين الكرام. يعني سيد عمار شرح لنا المرسوم من وجهة قانونية، يعني المشاهد البسيط ممكن هلا عم يشوف الحلقة حاب يعرف تفاصيل هذا الموضوع لكن بطريقة مبسطة، وأيضا هل هو مفيد أم أنه ضار للشعب السوري؟ أولا يعني القانون 37 اللي يسمى القانون المالي الإدارة المحلية كما ذكر زميلي قبلي، صدر قانون 107 بعام 2011 كنوع من أنواع المركزية في سوريا، وكان يجب أن يرافق هذا القانون نظام مالي أو قانون مالي لتنفيذ بنود هذا القانون اللي يسمى قانون إدارة محلية. ولكن للأسف بعد 10 سنوات يصدر القانون المالي لاغيا 5 قوانين ومرسومين، قوانين زي ذكروا قوانين مالية، قانون 151 كما ذكر تمام عام 1938، 147 ل 52، 32 عام 1959، والقانون رقم 1 اللي أصدر 94، والقانون الأخير اللي 18 اللي هو ينظم الحالة المالية والأجور والرواتب والتعويضات والنفقات والرسوم والإيرادات تأتي للبلديات. وقد فرض أيضا بهذا النص القانوني كما أسميه القانون 107 على مركزي غلافا، أما تنفيذا فهو مركزي بامتياز لم يتغير من عام 1973 قانون إدارة. هل هو قانون لجباية الأموال أموال السوريين؟ نعم، هو يهدف كما ورد حرفيا عن رئيس وزير إدارة المحلية حرفيا أن هذا القانون يمنح الوحدات الإدارية رفض موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعد إلى تحسين وضع المالي، هذا كما ذكره الوزير، ويمكنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المتوسط. نحن نعلم في سوريا أن هذا الموضوع الاقتصادي الرديء جدا والمزري أن يتم حاليا تفكير إذا توقيت غير مناسب التفكير بقانون جديد، والذين يضعون القانون هم أصحاب المصلحة. سأذكر مثال، يعني أن الأطباء هم من يضعون قانون نقابة الأطباء، والمهندسون هم يضعون قانون المهنة الهندسي، وأيضا من يجب أن يضع هذا القانون هم أصحاب مصلحة هم رؤساء الوحدات الإدارية، لأنه قانون اسمه قانون المالي للوحدات الإدارية أن نشاركهم. بنم وضعوه فعلا جهة مالية، تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس الشعب بأكثر من جلسة، وهناك بعض أعضاء المجلس بتصريحاتهم إذا راجعنا ما ذكر عن لسانهم أنه هذا ليس وقته، واعترضوا على يعني بمعنى أنه خلينا نأجله لوقت آخر لوقت غير مناسب. وإذا بنلاحظ ببنوده الأربعة والخمسة اللي ممكن نرجع لهم بعد شوي اذا بتحبوا نذكر شو يعني الماده 4 و5 اللي تطرح للاسف يعني تحصيلات ماليه الوحدات الاداريه الى موازنات من الدوله الى موازنات مخصصه من الدوله، وتاتي وفق دراسه معينه. بنلاحظ الماده 4 عن تحويل حصص الوحدات الاداريه من ضرائب الدخل المختلفه وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائل النقل وإلى آخره إلى هذه الوحدات الإدارية بجزئية موزعة بتقسيمة ما بعرف شو الآلية اللي تم استخدامها وشو المعيار القانوني أو العادل خلينا نسميه اللي بيقول ممكن نطور هذه الوحدات إلى تعمل عملية تنموية. لاحظوا ضرائب الدخل المختلفة، الضرائب يعني الضريبة التي تجبى من أصحاب المهن الصناعية والتجارية والإدارية، كل صاحب مهنة عليه ضريبة يؤخذ منه من بيع عقارات، وأيضا ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تم بيعها. هذه الضرائب
بدها تجمع بنسب معينة ومحددة وتوزع نسب منها إلى الوحدات الإدارية كما ذكر بالبد 3-10% طبعا من كل ضمن نسب مئوية من ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع بموجب المرسوم الجديد. بالضبط، وحاطين كمان هذه النسب معتمدة على المراسيم السابقة للمرسوم 53 اللي هو بيحدد ضريبة ريع العقارات والأرصاد من قبل لجان جباية. إذا الموضوع مالي بحت طبعا أكيد جمع المال، لكن خلينا ناخذ المادة 4. 65% من الإيرادات التي تأتي من هذه الضرائب اللي ممكن تكون مثلا 2-3 مليار، 65% توزع إلى الوحدات الإدارية بالتنسيق مع مع الوحدات الإدارية ومجلس محلي. أما لاحظوا البند 2، 12% إلى مدينة دمشق، 12% أيضا توزع إلى الوحدات الإدارية ذات صفة تنموية وتحدد من قبل رئيس من هذه الوحدات رئيس وزراء. إذا رجعنا للمركز، المركز النسبة هي يحددها المركز، ما خرجت من المركز لا مركزية. 6% كيف هي تحددت 6% للموانئ لمدن الموانئ البحرية، رغم ما إنه هذا كمان بده قرار من رئيس وزراء. رجعنا للمركز الرئيسي، والخمسة بالمية الصفر. يعني خلينا نناقش بس الستة والخمسة بالمية والاثناش بالمية لهالمدن اللي بده يحددها ويعطيها صفة، ما بعرف الصفة شو مرجعيتها. وراجع بالفقرة بي قايل يجوز تعديل هذه النسب الواردة من رئيس وزراء. طيب هذا معناته مفروض يكون مدروس بشكل منطقي ودقيق كذا، لذلك مو معروف ليش القانون قانون هي عبارة عن جباية من الوحدات الإدارية أكثر من هيك ما في نقول. إذا يعني كمان ممكن اسمح لي ارجع لعند سيد عمار، يعني مثل ما بنعرف انه بكل شيء بسوريا عليه ضريبه الا الهواء فقط ما عليه ضريبه، يعني هذا المرسوم الجديد هل هو جبايه على الجبايه القديمه من الذي اختلف اليوم؟ هلا اول شيء انه بالنسبه لهذا المرسوم في عندنا بسوريا 32 ضريبه مقرره من قبل الدوله، وهي يعني صارت تعتبر من البلاد الاولى بالعالم بالضرائب، لأنه اقتصاد بعد الحرب اللي شن النظام على الشعب السوري أصبح اقتصاد النهار، فالنظام ما له وسيلة غير تحصيل الضرائب لحتى ينعش ميزانيته. نحن إذا بنجي ونشوف ملف الضرائب بنلاقي إنه في خلل وفساد كتير كبير في عدد العشر سنوات اللي مرقت اللي هي الثورة السورية، والخلل يعني الأساسي فيما يتعلق بالمطارح الضريبية. لو في تعقيب صغير بالنسبه لضيفكم الكريم اللي ذكروا بناحيه المركزيه واللا مركزيه، حتى اضافه لما تفضل به، تلتزم الوحدات الاداريه برفع تقرير عن اي نشاط الى المجلس الدار الاعلى. لذلك فحتى اللا مركزيه اللي قرر النظام واللي فرض فيها القانون المالي الجديد اللي اصدره، فهي اللي تعتبر لا مركزية بالواقع، أو عفوا تعتبر مركزية لأنه بالنهاية القرار بده يروح لمجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لحتى يتوافق عليه مهما كان نشاط الوحدة الإدارية. فبالنهاية القرار هو قرار بين قوسين لجباية الضرائب وزيادة الأعباء على المواطن السوري. هي باختصار حتى يعني توصل الفكرة بشكل مباشر للمشاهدين، يعني سيتم التضييق من خلال هذه الوحدات على المواطنين الذين في حال ما سددوا الضرائب أو الرسوم، هيك فينا نفهم هذا الموضوع سيد مظهر؟ إضاءات الوزير لما عم يشرح شوي عن فكرته عم يقول إنه هذا عم يعطي انطلاق من أهداف القانون 107، نرجع ل 107 اللي هو نعتبرناه نحن ممكن يكون إن شاء الله المستقبل سوريا، وصدر بعد خروج الناس لمطالبة بحقوقها بال 2011، وقال نص على توسيع صلاحيات مجلس محلي. نحن نطمح السوريين إلى اللامركزية الإدارية وجزء من اللامركزية المالية، لكن هون قضى على 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 الفكرتين برجوعنا للمركز بشكل دائم. ولا استطيع يعني النظام او خلينا نسميها الحكومه السوريه بمسمياتها حتى ما نقدر نقول ان يتقدم اي شيء للاداره المحليه ما لم يكن هناك صلاحيات واضحه للمجالس المحليه تستطيع ان تدير مواردها هي ذاتيا، ويكون هناك حصه ماليه من كل وحده اداريه لتطور حالها. لما قسم النسب اللي ذكرتهم قبل انا، فهو حدد تمييزا وما في معايير،
وكاتب بالمادة الأخيرة بالمرسوم أنه ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون. نحن انتظرنا 10 سنوات لل107 لتطلع القانون المالي، وحننتظر يمكن سنوات أيضا لصدور التعليمات التنفيذية اللي ممكن هلأ تباشر فيها. وشو مصير المرسومين اللي صدروا؟ في عندنا مرسوم 66 اللي فيه شو ترتب عليه هلأ، في جباية مالية كبيرة حول دمشق، المرسوم 66 لباروتا سيتي ومرسوم باسيلا سيتي، المدينتين اللي هلأ تم إحداثهم. والضرائب تبعهم من إمتى؟ ضرائب من 2011 حتى الآن، لما عم يصير توزيع هلأ المناطق عم يكون على 2011. ففوق مصيبتهم تخمين الضريبي عام 2011، يعني المتر كان بديك الأيام 30,000 لما كان الدولار بهذاك الرقم، وهلأ نحن عنا يمكن ما بطلع المتر ب3 دولار 4 دولار. ترجع عليهم فوق بتحط رسوم وضرائب لشق طرق وكذا، يعني الناس أرهقت كامل من قوانين. وأنا أشيد بكلام العضو المجلس الشعب اللي قال لهم أنه هذا التوقيت ليس توقيت مناسب. حتى التقسيمات يعني بحطوا مواد علمية بحيث أن واحد ما يقتنع. كلنا نتمنى أن يكون هناك قانون مالي واضح للسوريين بحيث يعود بالخدمة. صرنا نشتهي البلاد الأخرى اللي يأخذوا 30% ضرائب على أي ببيع، لكن مقابل تعود بالخدمة على المواطن. يعني في خدمات ما بتأخذ ضريبة بدك تعطيني خدمات كمواطن سوري، تخليني فعلا أكل أكل منيح، أخذ احتياجاتي اليومية، موضوع الطبابة، موضوع التعيم. لكن يعني مثل ما ذكرنا أخذنا بداية الحلقة أنه اليوم العائلة السورية تحتاج المليونين ليرة السورية حتى تقدر تكون على قيد الحياة، فأنت عم تأخذ مني ضرائب بس ما عم بأخذ ولا خدمة منك. صحيح، يعني خاصة موضوع الثلاثة في انه يعني سموها المنحة، يعني انه انا عم امنحك شغلي. يقول وزير نحن كمان حطينا بالمرسوم تقسيط من 3 سنوات ل6 سنوات. الناس مو 3 سنوات ما عندها قدرة تعيش اليوم تبعها، تحط عليها عبء اخر اضافي، مصيبة فوق مصيبة. نعم سيد عمار، يعني تقريبا يوميا ومنذ سنوات نحن بنحكي كل يوم عن ارتفاع الأسعار الموجود بسوريا، عن الفجوة الكبيرة بين التكاليف وبين الدخل اللي عم يتقاضى المواطن السوري سواء بالقطاعات العامة أو حتى بالخاصة. مثل هذه الضريبة اللي حكيناها باختصار هي لجباية الأموال، ممكن تكون شماعة أيضا للتجار ومحتكري المواد اليومية والمعيشية لرفع الأسعار من جديد. لا، بداية في شغل لازم ننوه عليها، وهي إشارة إلى أحد أساتذة جامعة دمشق بموضوع الاقتصاد، أنه تهرب الضريبة بسنة 2018 تجاوز 2000 مليار ليرة سورية. هو رقم كبير ورح ينعكس يعني سلبا على المواطنين البسطاء. نحن بنلاقي سياسة الدولة ناحية كثير مهمة بالنسبة للحكومة السورية اللي عم تتبعها فيها ملهات فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي. يعني بنلاقي أنه كبار المكلفين هم من دوائر النظام نفسه، والشركات اللي يجب أن تدفع النسب الكبرى من الضرائب إما تعود لآل الأسد أو لأشخاص محسوبين على آل الأسد لتشغيل هذه الشركات. لذلك بنتفاجأ أنه وقت بكون الأمور ماشي تمام هاي الشركات ما بتدفع ضرائب. وأقرب مثال رامي مخلوف والملف اللي طفع وفتح الخلافات مع نظام الأسد، وتفاجأنا كشعب سوري بالمليارات اللي كانت ما عم تندفع من قبل هذه الشركات اللي كانت عم تمارس نشاط وتاخذ الارباح التجاريه. طبعا واللي بيفاجئ اكثر انه عندنا نسبه الضرائب اللي بيدفع الموظف هي تعتبر اكبر نسبه لشرائح الضرائب، فبتتجاوز الضريبه 28%. وهو الانسان ذو الدخل البسيط اللي ما عم يلاقي، ومثل ما تفضلتوا بالتقرير اللي عرضتوه بدايه الحلقه انه نسبه المعيشه بسوريا شهريا 2 مليون ليرة سورية. فعلى معاش الموظف وعلى الضرائب اللي عم تقتطع الدولي منه بضوء هذا الغلاء وضوء الانهيار الاقتصادي وقلة فرص العمل، نلاحظ أنه هذا الإنسان البسيط الموجود بسوريا سوف يرمحق بمعنى الكلمة. وهذا ما يسعى له النظام. يعني اليوم النظام عم يتبع سياسة التشجيع بمعنى الكلمة للشعب اللي موجود بالداخل، سواء كمان تقرير عرضته بالأبنية الآية للسقوط. وهذا على فكرة مو بس موجود بحلب، حتى بحما وحتى بكافة المناطق اللي تعرضت. يعني طبعاً اللي بحما هو مناطق العشوائيات، واللي بدأ النظام وكان في تقرير لتلفزيون سوريا كمان قانونياً عليه بموضوع هدم العشوائيات الموجودة. فعم لاحق النظام الشعب السوري مو بس يعني بقوت يومه بأبسط الأمور بالسكن وبالمأوى وبالأكل وبالشرب،
يعني وما بنعرف إذا لسه الهواء بيلاحقوا عليه، فالله أعلم يعني. والله يعني للأسف هذا فعلا هو. أجازت يا سيد عمار، يعني وصفك كان دقيق لواقع المواطن البسيط الموجود بسوريا. سيد مظهر، برأيك متى سيتم بدء تنفيذ هذا القرار أو هذا المرسوم إن صح التعبير؟ يعني أنا ما حأكون يعني متفائل، بالعكس القانون 107 حتى الآن لم يتم تطبيقه من 2011 حتى الآن، وما زلنا نعمل بالقوانين القديمة، سواء من انتخابات المجالس المحلية، ونعرف ما نقصد، ثلاث أرباع الوحدات الإدارية أعضاؤها من كتلة الجبهة الوطنية التقدمية، وما زال وأكثر من ما سابقا. إذا بنقارن مقارنة بين أعضاء المجلس سابقا كان يكون 70% من الجبهة الوطنية التقدمية وكتلة البعث، و300 الآن 85% من المقاعد هي للبعث، والباقي بين مستقلين ومؤيدين لهذا الموضوع. فإذا يعني ما بتوقع يصير تطبيق غير موضوع الجباية الفرض، أما الخدمات بتوقعها في صعبة، فرض فقط الأمور المالية. خليني بس شوف المرسوم، يعني شوفي المادتين 28 يعني كقارئة أنت حضرتك كإعلامية سمعاني فيها رسوم شهرية، شوف رسم شهري عن محلات بيع الخمور والمشروبات والكحولية. هي ما يعني هل هي وحدة الإدارية هي رغم إنه هي شغلات مسؤولية وزارة الصحة والمطاعم. تماما. المسؤولية الزبائن تمام، مش عنا يعني موضوع ليش دخلته. الأحلى المادة 21 رسم السنوي عن الكلاب الخاصة 15,000 ليرة كل كلب كذا، وبنحط له نمرة وكل سنة بتغير النمرة. يعني ما عندهم هموم السوريين حاليا غير يعني المشروبات. شوف التطور وصلنا عليه، بقي علينا احنا فقط يعني نلقح موضوع الكلب. اكيد نحن مع التنظيم، نتمنى انه سوريا فعلا تكون متطوره وتكون الخدمات كلها موجوده فيها، لكن اليوم يعني نحن ابسط مقومات الحياه هي غير موجوده عند المواطن السوري، فانت جاي تلحقني على مواضيع اصلا مش موجوده. انا هعرفها بشكل بسيط، القانون هو اعاده المركزيه من خلال التمويل والايرادات كضمانه لاي انتخابات مستقبليه لصالح النظام، حتى الناس ما تفكر بحالة ترشح تنتخب حدا مو راضيان عنه النظام. يعني بمعنى مركزية اقتصادية بغطاء وهمي اسمه اللا مركزية. سيد عمار، هل بدك تضيف شيء قبل ما نختم؟ هلا بدي أضيف، أنا مثل ما تفضل ضيفكم كريم وحكيت أنا بداية المداخلة إنه هذا القانون غير قابل للتطبيق لعدة أسباب. أول سبب إنه سلطة البلدية مقيدة بدرجة كبيرة من جراء التدخلات المباشرة من جانب المحافظين المعنيين، وتزداد نفوذ الجهات الأمنية وتدخلها. يعني إحنا اليوم نعرف ما في جهة وحدة إدارية فينا تتصرف بدون موافقة أمنية، حتى الأعضاء الموجودين بالوحدات الإدارية إما بيكونوا تابعين لحزب البعث على اشتراكه وبيكونوا أعضاء عامين حتى يتم تعنينهم، ولو هي بموضوع انتخابات مثل ما ذكرنا، ولكن كلياتنا نعرف أن الانتخابات في سوريا هي انتخابات وهمية وعبارة بس عن على أشبه ما تكون تجديد للبيعة، هذا هو يعني فقط تماماً. لا غير. والثاني شغل الوحدات الإدارية الموجودة واللي بده يشتغل بنظام اللامركزية بده يكون عنده موارد بشرية ومالية، وللأسف يعني الاقتصاد السوري منهار. يعني نحن في تقرير عن إسكوا بقول لك انه في عندك نقص بكل الوحدات الاداريه بسوريا بما لا يقل عن 100,000 شخص لحتى تكون هاي الوحدات قادره على ممارسه عملها. النظام اليوم وين بيامن معاشات ل 100,000 شخص لحتى يقدروا يتابعوا هذا التطور بالنسبه للوحدات الاداريه؟ فبعتقد يعني قوانين تسويقيه فقط للنظام امام المجتمع الدولي انه هو عم يعمل اصلاحات. كلياتنا بنعرف انه نحن مو العيب بالقانون، ولكن العيب في تطبيق القانون والأشخاص بهذا الوقت وبهذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري. كنت معنا عمار عز الدين، مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي، شكرا لحضرتك. وأيضا بتشكر مظهر شربجي خبير حوكمة، كنت معنا من غزة، إنتاب التركية، شكرا لكم.